وللمزيد من التفاصيل ينضم معي في الاستوديو أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبد الله الأسف. دكتور عبد الله مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. حياك الله فيصل وحيا المشاهدين الكرام، وأنا أسعد وجمعة مباركة للجميع. علينا وعليك إن شاء الله. دكتور عبد الله، أهمية هذه الجولة قبل انعقاد القمة الخليجية. فيصل، يمكن نسمي هذا العام العام الخليجي بامتياز. في بدايته عقدت قمة العلا ولها مخرجات استراتيجية مهمة جدا، واليوم أيضا سمو الأمير محمد يستبق القمة الاعتيادية 42 أيضا بجولة لعدد من محطات أو 5 محطات خليجية مهمة جدا لتوحيد الرؤى، لتوحيد الملفات والرؤية المشتركة تجاه الملفات. ومرة أخرى أنا أعتقد أنها هي تهدف إلى تفعيل رؤية خادم الحرمين الشريفين في الله يحفظه في الجلسة 36. قال هذا المجلس وجد ليبقى وليكون أقوى، وأصبحت هذه الكلمة لخادم الحرمين بالمناسبة برنامج عمل تفرع عنها برامج عمل عسكرية وسياسية. وأيضا الأمير محمد، أنا ربما تبعت عدد من الصحف الخليجية، كانوا يقولون مرحبا بصانع التغيير، مرحبا بصاحب الحلم الكبير. نعم، هذا الحلم هو ترجمة لحلم الآباء المؤسسين رحمهم الله في عام 81 عندما وضعوا ديباجة هذا المجلس في أبو ظبي. قالوا أنه هذا المجلس وجد في مرحلة معينة من أجل التعاون لينتقل خلال مرحلة معينة إلى التكامل وصولا بإذن الله إلى الاتحاد. أنا أعتقد أنه الأمير محمد اليوم يعمل على هندسة البيت الخليجي للوصول إلى مرحلة التكامل بإذن الله وصولا إلى الاتحاد. وربما سألت حضرتك الزميل الدكتور عايد المناع عن المجالس التنسيقية. اليوم لنا ارتباط مع جميع دول الخليج بمجالس تنسيقية. هذه المجالس لا شك أنها تؤسس العمل المشترك بين دول الخليج. في كل مرة المملكة العربية السعودية مع المجلس التنسيقي البحريني الكويتي الإماراتي العماني، لا شك أنها كلها لديها ملفات تستثمر القدرات النسبية لكل بلد بما يعود على مجلس التعاون الخليجي. بهذا نحن نتكامل ونصبح أقوى. لا شك أنه القاطرة الاقتصادية هي من يقود القاطرة السياسية ويوجهها. الأمير محمد أيضا مرة أخرى لديه رؤية، ودول الخليج أيضا تتشارك الرؤية. جلالة السلطان عمان هو عراب رؤية 2040 لسلطنة عمان، والأمير محمد هو عراب رؤيتنا 2030، والبحرين والكويت كذلك لديهم الرؤية 2035. هذه الرؤية تريد اليوم أن تنتقل إلى مرحلة جديدة من مرحلة عدم الاعتماد على النفط، من البحث في الكنوز الكثيرة التي تمتلكها هذه الدول، لكن هذه الكنوز بحاجة إلى أنها تتكامل فيما بينها، وقبل أن تتكامل أيضا بحاجة إلى أن تتقاسم رؤية مشتركة حيال الكثير من الملفات، حيال الأخطار الأمنية التي تهدد هذا الإقليم، وحيال نظرتنا نحن كيف نتعامل مع هذه الأخطار عطفا على المتغيرات السياسية أو الجيوستراتيجية التي حدثت خلال الفترة الماضية. نعم دكتور عبد الله، أيضا توقيع العديد من الاتفاقيات مع دول مجلس التعاون بهذه الجولة، على ماذا يدل؟ أيضا دور المجالس التنسيقية في متابعة هذه توقيع هذه الملفات. مرة أخرى هذه المجالس هي تؤطر العمل المشترك فيما بين دول الخليج، ومرة أخرى هي تستثمر القدرات النسبية لكل دولة. ما لدى السعودية من قدرات نسبية ربما لا تتوفر لدى عمان ولا لدى الكويت، والعكس أيضا صحيح. بالأمس خليني أضرب لك مثال. الله يحفظ الأمير محمد مع مملكة البحرين خرجوا بعدد من المبادرات، 65 مبادرة. واحدة منها كنا نحلم فعلا في الخليج أن دعم ممثلي البلدين في المنظمات الدولية. يجب أن يكون صوتنا حاضر في المنظمات الدولية، في الأمم المتحدة وفي صندوق الناقد وفي غيرها من المنظمات. الصوت الخليجي يجب أن يكون حاضرا. نحن لدينا مساهمات جبارة، وأنتم اليوم تتحدثون عن حقوق الإنسان. السعودية هي الواحدة من الثلاث الأولى، كما تحدث خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه في الدورة الأخيرة لمجلس للأمم المتحدة، الداعمين بشهادة الأمم المتحدة، مجلس مركز الملك سلمان، في كل مكان. لذلك يجب أن يكون صوتنا حاضر في كل المنظمات الدولية والأممية. ربما غاب في خلال فترة معينة لكن يجب أن يحضر. أيضا التنسيق الاقتصادي الاستثماري مع عمان مثلا، افتتحنا طريق الحرير، يجب أن يسمى بهذا الاسم، هو طريق الحرير السعودي العماني. لماذا طريق الحرير؟ بإذن الله ستزهر على جانبيه الكثير من المشروعات ومن المدن الاستثمارية والاقتصادية التي تعم دول الخليج. وأيضا هناك ميزة نسبية لعمان وهي انفتاحها على البحار المفتوحة التي تجنب الصادرات الخليجية الكثير من الهزات الأمنية التي تسببت بها إيران ووكلائها في المنطقة. نعم أيضا دكتور، كيف ترى، هل هذه الجولة تعتبر نقلة نوعية في المصالح المشتركة في دول مجلس التعاون؟
لا أحد يشك في هذا. أنا أجزم والغيري يجزم بأنها بإذن الله نقلة نوعية، هذا ما تتمخض عنه بإذن الله القرارات التي ستصبح بإذن الله قرارات غير بروتوكولية وغير اعتيادية في الجلسة القادمة بإذن الله خلال الفترة القادمة. نحن أبناء شعوب مجلس الخليج نتطلع في هذه المرحلة إلى اليوم إعادة الملفات التي كانت ترحل من قمة إلى قمة صحيح. إلى قمة إلى أن تفتح في هذه القمة، ونعتقد الأمير محمد الله يحفظه مهد الطريق، أصبحت الطريق اليوم سالكة، ستصبح إن شاء الله أيضا الحضور مختلف بإذن الله على مستوى قيادات دول الخليج، أيضا القرارات بإذن الله على مستوى الحضور والتطلعات.